ولنقاش هذا الملف والحديث عن التطورات في أفغانستان مع تقدم حركة طالبان في العديد من الولايات ومراكزها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسلام أباد المختص بالشأن الأفغاني الدكتور عبد الرحمن الصالحي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. كيف يمكن قراءة إعلان حركة طالبان سيطرتها على عاصمتي ولايتي غاندوز وساريبول ليرتفع بذلك عدد مراكز الولايات التي تسيطر عليها؟ في الحقيقة كما يعني في الحقيقة عادة الآن الأحداث في أفغانستان في تسارع شديد، فحركة طالبان منذ يوم الجمعة فقط أي من قبل يومين أسقطت أربع عواصم داخل أفغانستان، وهي يعني أربع مدن كبرى. مثلا أسقطت قندوز وهي مدينة مهمة وتقع في شمال أفغانستان، كذلك حيث سيطرت هناك في هذه المدينة على جميع المباني الرئيسية فيها. يعني المتابع حتى لتصريحات المتحدث الرسمي بحركة طالبان يعني قال نحن استولينا على مراكز الشرطة هناك ومجمع الحاكم والسجن المركزي في مدينة قندوز، كذلك أسقطوا أيضا اللي هو إقليم ساريبول، وأسقطوا شبرغان اللي هو في غوزجان شمال البلاد في إقليم غوزجان، أيضا أسقطوا مدينة زرنجي عاصمة إقليم نمروز. هذه كلها في خلال اليومين الماضية. وكما قلت لكم أن قندوز تعتبر من المدن المهمة جدا، وهي ولاية واقعة ما بين مزار الشريف وإقليم باب الخشان، وتعتبر هذه الأهمية من نقطتين. النقطة الأولى أنها قريبة من مزار الشريف ذات الأغلبية الشيوعية، وهي أيضا غالبية السكان الموجودين فيها معادين لطالبان. الأهم من ذلك والنقطة الأهم أنها معقل من معاقل الحكومة هناك. ايضا صحيح ان البشتون يشكلون ما نسبته 60 الى 70%، بينما تشكل بقيه المكونات الاخرى او العرقيات الاخرى في افغانستان من الاوزبك والطاجيك بقيه النسبه. لكن هذه الاماكن هنا هي اماكن محسوبه على الحكومه، والحكومه تعمل بكل حسب تصريحات حتى المتحدثين باسمها انهم لم يسلموا حتى الان، لم يسلموا جنودهم، لم يستسلم جنودهم هناك، وما زالوا في مرحله في حاله المقاومه. نعم. كيف اثر خروج القوات الامريكيه على الحكومه في كابول، والى اي مدى يقلل ذلك من حظوظها في استمرار السيطره والقبول بالجلوس مع حركه طالبان على طاوله المفاوضات ضمن شروط مسبقه؟ هو في الحقيقه هذا يضع الحكومه ايضا، يعني لو احد تابع التقارير الدوليه تتكلم ان الحكومه اذا استمرت على نفس هذا الاداء فهي ربما تسقط في خلال 6 اشهر، هكذا بعض مراكز الدراسات حتى مثلا الدوليه تكلمت بهذا الكلام. تقلل الفرصه من ناحيتين، الناحيه الاولى أن حركة طالبان تنتشي الآن وتشعر أنها فعلا أنها تستطيع السيطرة على جميع المناطق، خاصة أن لها حاضنة شعبية ما نسبته 70% من السكان. الشيء الثاني إلى جانب ذلك أن ما أيضا يقوي شوكة طالبان هو ضعف الحكومة واختلاف المتصارعين أنفسهم الموجودين في شدة الحكم. فإذا لم يتدارك، أعتقد إذا لم يتدارك الأفغان أنفسهم بمصالحة وطنية شاملة تلمهم جميعا، فإن بلادهم ستدخل في أتون حرب ودوامة صراع قد تستمر إلى عقود، سيدفع ليس هم فقط ثمنها، وإنما سيدفع أيضا ثمنها الجيران المحيطين بها. يعني مثلا الآن مدينة قندوز هذه هي مدينة موجودة أو إقليم قندوز موجودة في إلى في حدود الأفغانية الطاجيكية والأوزبكية. إضافة إلى ذلك مثلا سنرى مثلا أن الأمر هذا يشجع الجماعات الأخرى من الجماعات المتطرفة أو الإرهابية من النشاط، حسب حتى تقارير دولية تكلمت بذلك بأن أكثر من 20 جماعة مسلحة نشطة في المنطقة في الوقت الحالي، إلى مثلا مستغلة وجود حركة طالبان وسيطرتها وما شابه. رغم هذا كله تصرح طالبان وصرحت وقالت أننا سنعمل على
يعني قضى على هذه الجماعات، واننا لم نسمح باستخدام الاراضي الافغانيه ضد اي احد. في الشهرين الماضيين على المقاطعة في الشهرين الماضيين سيطرت حركة طالبان على أكثر من 200 مديرية من أصل 398 مديرية في أفغانستان. كيف يفسر تجنب حركة طالبان السيطرة على مراكز المدن الرئيسة، وما هي مخاطر ذلك؟ هي حتى اللحظة هي طالبان تسعى إلى مسألة انتزاع الاعتراف الدولي بها، غير ذلك هي تستطيع أنها تستمر وتسيطر. وأنا باعتقادي مثلا المتابعة حتى الوضع يرى أنها تستطيع أنها تسيطر على كل المدن بما فيها الرئيسية، لكن مسألة إذا سيطرت على كل هذه المدن ستدخل في مرحلة عداء دولي. هي تسعى إلى اعتراف دولي وتسعى بنفس الوقت إلى كسب الآخر. مسألة إسقاط المدن الرئيسية في الوقت الحالي بيد حركة واحدة، وهي في الأخير حركة دينية مهما كانت، فأوكي تدعي وتقول أنها مثلا ستعمل مع بقية الجماعات، مع بقية الفصائل الأخرى في بناء الدولة أو ما شابه في قيادة أفغانستان، لكن من منظور الجماعات المتشددة أو الجماعات الدينية يظل هو ما يسير على هواهم ومن خالفهم ربما يعني لهم طرقهم الأخرى في إزاحة. دكتور عبد الرحمن، ما هي السيناريوهات المحتملة للمشهد في أفغانستان بين قبول الغرب بالسيطرة الكبيرة لحركة طالبان على بعض الولايات وفرص السلام المتاحة؟ أعتقد أنه مستقبلا يعني القارئ للأحداث التي هناك يرى أن الصراع ربما يتحول إلى صيني أمريكي روسي في المنطقة، بحكم أن خط التجارة الروسي الصيني سيتضرر، وربما تحدث هناك يعني مثلا ربما تشهد إذا لم يتم لملمة الأمر من الآن. أعتقد أن أفغانستان مقبلة على وضع كارثي ربما لم يسبقه من قبل. شكرا جزيلا لك، المختص بالشأن الأفغاني دكتور عبد الرحمن الصالحي، حدثنا عبر الهاتف من إسلام آباد.